سننتقل الآن إلى مراسلنا في حلب أنس رمضان ليطلعنا على آخر المستجدات في المشهد الحلبي الميداني. إليك أنس، تفضل. تحية لك رانيا ولضيوفك ولمشاهدي الإخبارية السورية. معارك عنيفة إلى الآن يخوضها الجيش العربي السوري على محور التلال الواقعة في ريف حلب الجنوبي. الجيش العربي السوري الذي أحكم سيطرته الكاملة على تلة أم القرع الواقعة جنوب كلية التسليح في ريف حلب الجنوبي، وثبت خطوط النار وأفشل أيضا محاولات الإرهابيين من خلال تنفيذ هجماتهم باتجاه هذه التلة، يسعى بطبيعة الحال لكسب معركة التلال والتي يمكن من خلالها تجديد الخناق بشكل كبير على المجموعات الإرهابية المسلحة من ناحية، ومن ناحية ثانية استمرار قطع كل طرق إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي والغربي باتجاه الأطراف الجنوبية الغربية، أي باتجاه محور الكليات. إذا ما عدنا إلى تلة أم القرع والتي تمكن الجيش من السيطرة عليها بعد غطاء جوي لمقاتلات الجو السورية الروسية، هذه التلة تعتبر ذات أهمية استراتيجية لأنها تشرف بطبيعة الحال ناريا وتشرف جغرافيا على محور التلال، إضافة أيضا إلى منطقة الراموسة. وأيضا من الأهمية الاستراتيجية لهذه التلة بأنها تقطع أيضا طرق الإمداد للإرهابيين كما ذكرت من ريفي حلب الجنوبي والغربي باتجاه محور الكليات. يضاف إلى ذلك بأن السيطرة على هذه التلة يعطي للجيش العربي السوري إشراف كبير لأيضا السيطرة والإشراف على عدة تلال واقعة على ذات المحور. كما ذكرت لك هي معركة التلال التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجيش العربي السوري. على الطرف الآخر هنالك تقدم يمكن وصفه بالطفيف للجيش على محور 1070 شقة وصولا إلى محور الكليات من ناحية، ومن ناحية ثانية باتجاه أطراف منطقة الراموسة. يضاف إلى هذه الاشتباكات وإلى هذا التقدم الذي أحرزه الجيش العربي السوري الإشراف الناري للجيش في معمل الإسمنت الواقع في الشيخ سعيد من ناحية العامرية وأطراف الراموسة، وكما ذكرت لك مشروع 1070 شقة. هذا يعني بأن الجيش العربي السوري من خلال هذا الإشراف الناري ومن خلال الكثافة النارية لمقاتلات الجو السورية الروسية يستمر باستنزاف الإرهابيين المتواجدين داخل محور الكليات، إضافة أيضا إلى استهداف نقاط انتشارهم وخطوط إمدادهم وأبرز خطوط الإمداد للإرهابيين من ريف إدلب الشمالي باتجاه الأرياف الحلبية. ويمكن لنا وصف ما يحدث حاليا على جبهات مدينة حلب، الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، هي انتقال الجيش العربي السوري من الكثافة النارية ومن حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بغية استعادة كافة المحاور الواقعة على الأطراف الجنوبية وأيضا الجنوبية الغربية. رانيا، لك مراسل الإخبارية أنس رمضان، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من حلب.